شو سعاد حسني؟ بس أجمع فلوس الحفلة. فلوس شو؟ كسرت الإجي؟ إيه؟ وحرزاني أو لا، كافية كافية. شو كافية؟ هادي جمعت حق القاعة. دي دودو هادي توصلكش على القاعة، تاكسي ما بتوصلك. انا رحت لصاحب القاعة قلت له انا عندي فلوس، حتى تعرف صاحب القاعة طمع في فلوسي. تعرف يا جزيل، اقول لك شيء، قولي لي ايش يعني. اقول لك شيء بصراحة، يعني خير، عايزك مصاري للحفلة؟ انتظر وراك شيء. لا لا، بس قولي لي شو صار معك؟ هول المصاري لشو؟ شو ناقصك وشو ما بدي؟ تعرف يا جزيز، روان، عمار، كل اصدقائي حتى صدق طمعانين في فلوسي، طمعانين كل بفلوسي؟ طمعانين فلوسي، عشان دائما روان تيجي تشوف عندي هادي فتقول لي يا حظك انت غنية. تعرف ها؟ انه عندي اصدقاء حقيقيين كلهم طمعانين في الثروة حقتي، كلهم بصراحة هيدي الثروة بينطمع فيها، بينطمع فيها. تتفكر انه الناس اللي في نفسنا اللي عندهم الفلوس مرتاحين؟ أبدا، ليك حالتك، تظن ان ليك الناس حالتك، اللي في نفسي تنام مرتاحة؟ أبدا. بتقضيها نايمة مالك، بتقضيها نايمة أنت. بتقضيها ما نايمة. أنام مرتاحة. أما عم تنامي مرتاحة، وعم تنامي 18 ساعة من أصل 24 ومانك مرتاحة. حتى أنت ما راح أجامل أحد هلا في التيك توك، خلاص طفح الكي، كلكم طمعانين في فلوسي. شفت عندي فلوس كثيرة، قلتوا هادي خلاص راح نصير صديقتنا عشان صح تاخذوا الثروة حقتي. صح بس ما شفنا شي، فلوس على الفاضي. أيوة، عشان أنا صايدتكم. من هيك دايما أنا قررنا كلنا ما بقى تكوني أعزمكم صديقتنا. كل يوم، كل يوم أعزمكم بدرهم، كل يوم أعزمكم بدرهم، كل يوم. اصلا بتعرفي اي متى؟ بس بدي اخبرك، بس دعاء ويني تخبرك، انا واصدقائنا كلنا سوا كيف عرفنا انه انت بخيلتي وما كبيتي ولا فلس على ولا صديق منك، يعني عم تخبي، عم تضبي بقلب القصبة، بقلب القصبة. يعني تخيلي عيد ميلادك بدل ما تبعتي لكل واحد تيكت من البلد اللي هو فيه ويجي لعندك ونعمل لك احلى عيد، كبيتي انفيتيشن هيك على اللايف انه بدكم اذا فلوس، عادي. خذوا فلوس، خذوها، بدكم فلوس خذوا، كلكم عمكم بس الفلوس، خذوا الفلوس. هات هات كيف بعت تيكت، بعتي لك تيكت مش فلوس، تيكت بعت. بكره بروح احجز لك انت، وبحجز لروان، لروانين، وبحجز السلطان، وبحجز الميار، وبحجز الدارية. هيدي 4 دراهم راح أخسر عليكم. أنا ما أحب تحجزي لنا أجيب وين أنا. ب4 دراهم؟ تحجزي لنا وين؟ ساندويتش بتعملناش ب1000 دراهم، بتوصليناش بهيدي شو اسمه الترام، ما بيطلعنا بدرهم. خلي معك يا حبيبي، خلي معك، خدوا دراهم تفضل. تتبطلوا كمان عنامة؟ ليك يا دودو، انت ومصاريك لا نراك شيئا، نحن بنحبك لانك انت صديقتنا العزيزه، بنحب اخلاقك، بنحب قديشك غنيه بالمعرفه، قديشك غنيه بالذوق، قديشك غنيه بكل شيء الا المصاري. يعني مو طمعاني الفاضل المصاري حقتي؟ ابدا ابدا، ولا بيننا فيه. يعني ما بدكم لما اموت تورثون هذه المصاري؟
هلا اذا في اكثر من هودي مش غلط يعني، بس كرمال هيدا لا خليهم معك بلا بلا رجميلي يعني، عرفتي؟ نطمع بشي يحرز ريال. هل انت باجتك كل اللي جمعتيهم هن 7 8 ريالات؟ هاي هي الاجي؟ لا شو ريال مو ريال، انا مو سعودية، درهم. درهم؟ ايوه درهم درهم. يا محلى صار لي 5 شهور جالسة ادعي مع هذا الفرق. 5 شهور بس قديه طلعوا؟ الحمد لله الله قدرني وقدرت احجز ساعه عشان اسوي عيد ميلادي. 30 30 30 5. يعني في شيء 1005؟ كيف؟ في شيء 1005؟ لا ما 1005 شو، انا ما بدي قاعتين بس قاعه واحده. شو هي القاعه اللي بتجيبيها ب 1500 درهم؟ لا لا انا حاسك انت مستاجره باركينج. انا قالوا لي انه القاعه ب 50 درهم تمام. الاكل شو راح اسوي؟ راح اروح للمغرب باخذ نص خروفنا هذا، وهون كل يوم يحبون الرز، راح احط نص الخروف في الرز ياكلون ياكلون ياكلون، بعدين اجيب معايا ريبي جميله وحلو من فين واوزع عليهم، بعدين عشان ما اخليهم يتكلموا علي يقولوا شوفوا الحفله مو بس سجلوا، اجيب لهم شيخ يقرا قران عشان ما يتكلم يخجلوا. سجلوا لحتى يعرفوا رفقاتها اللي بدهم يتعذبوا ويفكروا يدفعوا حق تيكت يروحوا على عيد ميلادها يضلهم ببيتهم ويزقفوا لها من ورا اللايف، احلى من انه يوصلوا لهونيك ويدفعوا اللي فوقهم واللي تحتهم تياكلوا نكفه رز ويقعدوا بباركينج. اصلا ما بعرف اذا حتستاجر باركينج او حتقعدين على الطريق. ليش انت جاي مسياراتكم مو بالطيارات؟ طياره؟ لا جايين طيارات بس انا شو بدنا نضلنا بالطياره نحن؟ تمشوا اصلا يعني قريب. كمان اعملي بالمطار. راح اعطيكم حق التاكسي. اعملي بالمطار شو رايك؟ ايوه بجيبكم بسياره روان. خلاص برافو يا حبيبي على روان، شغلت روان تاكسي بالاخر. شغلت روان تاكسي. روان حدا يبعث لروان يخبرها تمرض بهديك الفترة أحسن ما تركب على ظهرها. بسم الله عليها إن شاء الله. لكن إحنا كنا مقررين بس لسوء الحظ صار عنا ظروف. وش ظروف؟ الظروف تبعنا هي إنه مساقب بعشرة الشهر. مساقب بعشرة الشهر. شو رأيك يا جوزيف انت تروح انت مو تحجز في هذاك الاطلس، اوتيل الاطلس صح؟ ايوه احجز تمام، وانا اجيب الكيكه واجيب اصدقائي ونجي نحتفل هناك، ايش رايك؟ حلو. ايوه ايه تكرم عينك، بتكون هيدي هديه مني لك وانا خلص هدايا هون. بنتفق انا وكل رفقاتنا. شاملك شو لك انت عم تستغليني هلا صح؟ لحظة. هون صار... لا هون استغلال عينك يعني. هون ما بقى. أنا استغلاني؟ إيه إيه إيه. أني استغلك؟ شلون؟ أنت مو جالس في الفندق، يعني ما تحب الضيوف. نجي أنا وياك روان وسلطان كلنا نجي عندك أنا وكيكتي. صح، وكان وجاي داريا اساس ودمت وعزه. ايوه هم يحبونك. حلو. شوف وجيب معك روبي. تجيبي لصديقتك عشان انا ما راح اقدر اجيب رقاصه، بجيبها هي. فشرتي روبي. لا ليست برقاصه، روبي بنت محترمه، بنت بيت مرتبة مهذبة. أنا شفت لها اكسبلور ترقص محترمة. إيه عادي، ما هي من هواياتها الرقص، عادي بتمارس الرقص. أيوة خلاص تجي تمارس هوايتها. لا لا ما بترقص قدام. لا لا ما بترقص قدام العالم. لا هي هواية عادي بتعملها بالبيت وبس. عادي احنا كمان نجتمع ونحسسها انه في البيت ترقص لنا، وما عليك ارش عليها. هلا حتى روبي عم تستغليها؟ وصلت معك لهون؟ كده روبي بتستغليها؟ لا انت ما بدك تغني لنا يعني؟ ما انت لازم تغني لنا، انت صاحبة العيد لازم تغني لنا، مش بحاجة لرقصات ولا شيء، مع انها مغنية. انا
بس هي تسوي تشيك تشاك تشو تشيك تشاك تشو، لان يا حبيبي نروح منه تعال نرقص بين ايدي وتسوي كده. روقي، خليك اشوف اذا الرقاصه موجوده. روق، شو بدك الرقاصه؟ شو ترقص؟ شو الرقص اللي بدك اياه؟ تشيك تشاك تشو. في عندي لز بترقص، وين هي؟ بطلت موجوده عندنا كان. لا ما انا موجوده بقى لز. عندنا عم بستثمر التيك توك انا، موجود عندنا. شو بدك قولي؟ موجود في رقصين، بس تعطينا انت شو بدك؟ بدك رقص شرقي؟ بدك رقص غربي؟ بدك رقص هيدا؟ انا صراحه عجبتني هزه روبي لما شفتها في الاكسبلور، سوت صراحه حسيتها بروفيشنال. هي بروفيشنال ما شاء الله عليها. ايه قلت لك هوايه ومشتغل عليها. خلاص شوف انا راح ادفع لها، راح اعطيها كروكيت حق ليونا. ايش رايك؟ كفيت ووفيت. ما بتاكل، ما بتاكل هالقصص، هي محافظه على جسدها. زين جسدها من زين جسدها، حتى السؤال لازين انتم شايفين، حتى عم تستغل روبي يا جماعه. مين روبي عم يسالوني؟ طب ليك لليونا شو وضعها؟ ما بترقص؟ هاي ليونا لسه صغيرة وهالسوالف ما تعرفهم. ما بترقص بعد؟ ايه لا لسه. اصلا هي يا دوب تعرف تمشي بعد ما ترقص. ليونا تعرف تمشي وتعرف حتى تسوي تشيك تشاك تشو. اي وين؟ ليه ما بتجيبيها لكن؟ بس انا أو... ما ابيها ترقص، انا ابيها تكمل دراستها. بس عادي ما بين اصدقائها واهلها. ما عندها اصدقاء. ليه انت مش صديقتها؟ لا انا اختها. اعتبرينا نحن اصدقاء، كوننا اصدقائك صرنا اصدقاء. يا عقلان يا انسان، عدى بالجمع عدى بالله يروح. كيف دبلته ما شاء الله؟ طيب ما دبنا، رح تسمع من تبس. حكم في حكم. لا ان شاء الله بنفوز، ان شاء الله بنفوز اذا وعيوا اللي عندي يبلشوا يكبسوا. بس في حكم بيجنن كثير. كثير بيجنن. شو هو؟ قولي قولي من هلا، قولي شو الحكم. كم بديت شكرا الإنسان. إنسان تعال ما اسمح لك. لا أنا أنا إيه. لا أنت ما شاء الله بدعمين، عندي كلهم أساميهم حياة، إنسان، عقل، صح؟ ما يشبهوني. دايما يمشون. غنيت بلا ما نحس. ايوه بس انا مدري قدام اللي بتعلميها وغني لنا شيء مره. لسه ما تعلمتها والله، تدربت قدامها لسه ما تعلمت وظبطت. ام كفو والله شكرا شويه، يعني مو كثير.